الهلوب يبحث وافق التعاون المشترك بين محافظة صلاح الدين وسفارة جمهورية الهند بمجالات الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والصحي. الفلاحون في صلاح الدين يشكون عدم تعاون شركة التجهيزات الزراعية، والمدارس الأهلية تقلق أولياء أمور الطلبة. استبعاد عودة التيار الصدري للاحتجاجات وتوجه لإنهاء حالة الانسداد السياسي بين البارتي واليكيتي خلال أيام. ومن مفارقات الزمن البغدادي، أم تبيع طفلها ب5 ملايين دينار، وشابة تتآمر مع صديق لسرقة مصروف الأسرة.